مرسال مولد خمسة ترضى المولد كربلائي زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة ترضى المولد كربلائي يا قلبي طاير من ضلوعي أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وبشعبان شعبان فوتني اخذ قبل الزهره بهده انا حسين بينه وبين الله قد ما حسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام على قمر بني هاشم السلام على زين العباد السلام على علي الأكبر السلام عليك يا سيدي ومولاي يا بقية الله في أرضه وحجته على خلقه السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المواليد الشعبانية أحبة المشاهدين أنا وإياكم في حلقة أخرى من برنامج أفراح شعبانية من على هذه الشاشة المهدوية المباركة إن شاء الله تعالى وكما عودناكم في كل حلقة يكون معنا ضيوف من خدام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يزرعون البسمة والفرحة على وجوهنا وقلوبنا قبل وجوهنا إن شاء الله تعالى وينقلونا إلى ذلك العالم عالم الفرح لمحمد وآل محمد سلام الله عليهم أجمعين فكما ورد عنهم عليهم السلام شيعتنا منا يفرحون لفرحنا وإن شاء الله أنا وإياكم أحبتي نفرح لفرحهم جميعا ونرحب بضيوفنا الأعزاء ونقدم لهم التهاني بدءا بسماحة الشيخ حياكم الله شيخنا الشيخ عباس الله يحفظك الرفيعي وشرفتنا في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى حياك الله شيخ إبراهيم وأهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بهذا الكادر الجميل وأهلا وسهلا أيضا بمشاهديك الكرام وشيعة أهل البيت عليهم السلام ونسأل الله أن يقدرنا أن نزرع الابتسامة على وجوههم وأن نكون ضيوف خفيفي الظل وأيضا جزيل الشكر لك اليوم جمعتني أيضا بأخي أرادو التوفيق كل الشرف وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفي إن شاء الله كل التوفيق إنه لكم إن شاء الله في خدمة محمد وآل محمد شكرا ويانا بعد إن شاء الله وأرحب بأخي العزيز الغني عن التعريف إن شاء الله تعالى الملة توفيق القريطي شرفتنا في حلقة اليوم إن شاء الله على رأسك الله يحفظك أنا أقدر وضعك وأنت تفتخر بهذا الوضع مع الحسين بأنك صعوبة الحديث والنطق إلا بحب محمد وآل محمد سلام الله عليهم أجمعين هنيئا لك هذا التوفيق وهذا الوسام فأنت اسم على مسمى أي كرامة حقيقة لمحمد وآل محمد فأنت اسم على مسمى توفيق وكلك توفيق إن شاء الله تعالى شيخنا العزيز ومنكم نتعلم وأنا سولف بحضرتكم الله يعزكم وشرفتنا بوجودك اليوم وبغض النظر عن مكانتك ووجاهتك الاجتماعية الله يعزك اللي نتشرف بها بأنك شيخ الرفيعات في كربلاء الله يعزك وأهلا وسهلا بك وتشرفنا لكن احنا اليوم ما ناخذ شيخ عباس كشيخ عشيرة اليوم ناخذ الخادم الصغير كخادم حسيني نعم وشاعر حسيني لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هذا احنا نعتبره وسام فوق لا. كل الأوسمة لا. وفوق كل الألقاب والمسميات أكيد عادة شيخنا أنه في الشعر يكون الشخص إما هو يتوارثه أبا نعم. عن جد نعم. وإما تكون موهبة فطرية وإما في ساعة هبة إلهية تكون نعم. هذا في الشعر بشكل عام بشكل عام نعم حتما القضية الحسينية أنه لا تخرج عن هذه الثلاثة لكن بكل الحالات هذه الثلاثة هي عطاء من الحسين أكيد أريد نعرف إيش وقت انطاك لحسين هاي الموهبة طبعا بدأ هي مثل ما ذكر جنابك الكريم هي وراثة من الوالد رحمه الله الله يرحمه وأنا اليوم من خلال هذا البرنامج طبعا أهدي
ثواب كل هذه الحلقة إلى والد المرحوم الشيخ تركان نعمة رفيعي، وهي وراثة. والدي كان شاعر، لكن كان شاعر يعني ما كان يعني متفرغ للشعر بشكل عام، كان يكتب لنفسه فقط، يعني مو مثل عباس رفيعي اليوم يطلع مهرجانات ويطلع لقاءات ويطلع، لا، الرجل كان يكتب لنفسه فقط ولأهل البيت عليهم السلام، وكان عنده قناعة ثابتة يقول القصيدة أنا اليوم من أكتبها هي بعد وصلت إلى الإمام حسين سواء قرأتها أو لم أقرأها. فأولا هي وراثة، وثانيا هدية وهبة من الإمام الحسين عليه السلام سلام الله عليه. بدأت البداية الفعلية عام 2006، ولكن قبل ذلك أنا من الأول متوسط أكتب الشعر ما شاء الله. نعم، بس تحس الهدية الحسينية أجتك بال 2006 إيه كدخول الفعلي، يعني دخولك الفعلي من وصلت إلى مرحلة رضيت عن نفسي بكتاباتي، كانت كتابات بسيطة متعثرة بالبداية، لكن الكتابات الحقيقية اللي أصبحت أنه أنا مقتنع بها قناعة تامة هي من بداية 2006. تذكر القصائد الأولى لو ما تذكرها الكتبتها؟ والله لو راحت بعد وين الذاكرة؟ إحنا اليوم يعني الذاكرة الورقية قامت تسعفنا، لكن أكو بعض يعني نتذكرهن من الكتابات القديمة. يعني أتذكر كانت أول قصيدة، يعني حتى أثبت لك أنه بدايات متعثرة، كانت قصيدة لوالدي رحمه الله، وأكملت عليها. كنت أنه بداية كنت مفتهم أنه الشعر تجيب قصيدة وتكمل عليها هيك يعني كانت، نعم، وكملت عليها، لكن بعد ذلك أصبحت أنه أكتب القصائد شيء بعد شيء. واليوم صرت الشاعر الشيخ عباس رفيعي. الحمد لله اليوم صرت الخادم. أنا طبعا حتى أعضد على كلامك، أنا بكل الحالتين، بالأولى أنا خادم لقبيلة رفيع مو شيخ، وبالثانية أنا خادم للحسين. إن شاء الله أتمنى أن أكون خادم للحسين إن شاء الله، لأن إحنا كما ذكرنا بالكواليس أنه اليوم من أقول أنا نعم. أنا خادم للحسين وجون خادم للحسين شبيه صحيح، فإن شاء الله نقول أنا خادم لخدام الحسين إن شاء الله يقبل، نتمنى أن نصل إلى إن شاء الله إن شاء الله يقبل قبول حسن. جزاك الله بما أنه الحسين هو الذي وهبك نعم. تلك الهبة العظيمة اللي امطتك بغض النظر عن الوجاهة الاجتماعية، امطتك رفعة حسينية. نعم. عندك قصيدة مسولف بيها ويا الحسين؟ والله عندي قصيدة مسولف بيها ويا أبو الحسين سلام الله عليك يا أبو الحسن. نعم. ويا أمير المؤمنين عليه السلام. فلا تحب أنه نبدأ نسمعها منك. الله يعزك. احنا شوي نستعين بالذاكرة الواقية. خدمتكم. الله يعزك. أو الموبايلية الذاكرة الإلكترونية. الإلكترونية أحسنت. أنا أقول له علي وحد غريب هناك بالمحشر، علي وحد غريب هناك بالمحشر، لا عند عشية ولا أخو ينغى. وأنا مذنب، أنا مذنب وريدك مشي يا رحمن، تفزع لي علي وتلمها المكوى. عندنا بالديوان نقول لهم مكوى. تفزع لعلي وتلمها المكوى، وانا فعال سودة بوجهي بالديوان، سودة بوجهائها، وانا فعال سودة بوجهي بالديوان، وانت السدها لي يا مشيخ وتقدر، وانت السدها لي مشيخ وتقدر، الشيخ العام انت الأمة المختار. الله. الشيخ العام انت الأمة المختار، عقالك دين الله وهدمك الكوثر، عقالك دين الله وهدمك الكوثر، وحظك والبخت هم الحسن وحسين، الحظ وبخت ذولا بزودة يتبختر، وحظك والبخت هم الحسن وحسين، الحظ وبخت ذولا بزودة يتبختر، المشجع ثابت ومن خط جبرائيل، والله بآية خاتم بيد المشجع، المشجع ثابت خط بإيد جبرائيل، أو الله بإيد خاتم بيد المشجع. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله. نعم أنزع علي، بس أنزع شلون؟ شلون؟ مو طول وقصر هي المقاييس. نعم نعم أنزع علي، بس أنزع شلون؟ مو طول وقصر هي المقاييس، رغم قصر الورد
دنقت له الخشوم وغم طول السعف يصبح مكانس اذا حيده قصير وياكم بهاي بس رغم القصر جند الفواس خلافتكم تبوق بمال الاسلام وحيدراك عزك بمحابس الله الله عليك خلافتكم تبوق بمال الاسلام وحيدراك عزك بمحابس احسنت طيب الله انفاسك ان شاء الله الله عليكم رغم الخلاف التاريخي في هذه الاوصاف والالقاب لكن احنا نتماشى وياهم يقولون احنا اليوم لنفند نظريه نعم ليس بالضروره ان اكون مقتنع بالنظريه نعم ولكن هو ما يعتقد به ما يعتقد الشخص الاخر او الطرف نعم. الاخر اني افند له هذه النظريه بطريقه الخاصه بخيال الشعري احسنتم شيخ نعم. احسن الله عليكم جميعا روح الملا توفيق القريضي انا ما سولفهن السولفتهن يقدرون المشاهدين يكتبون على اليوتيوب ويعرفون منهم ملا توفيق القريضي وشلون بدوا يا الحسين اكو قصيده تحكي واقع ملا توفيق عندك ابيات ويا الحسين تحكي حالتك وواقعك نعم يقول انا قلبي عشق معذور يا ناس انا قلبي عشق معذور يا ناس يسولف بالحبيب وتهمل العين 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 اذا فارقت ساعه اضل محتار مثل دله وتفارقها الفناجين إذا فارقت ساعة أظل محتار مثل دلة وتفارق هل فناجين غفوا بي أسولف بالقلب يا ناس أغفوا بي أسولف بالقلب يا نار وعلى خد الدمع يجري نياشين الله انطاني حب بقد الايام الايام ويكثر حبي من تمر السنين وإذا تسألني منه اللي تحب أقول لك آني متولع بلي حسين أحسنت طبعا قصد العلاء عوينات أخونا أبو الله يحفظه أخونا الحبيب على عوينات يقول يمتى تظهر سيدي صاحب الزمان يمتى تظهر سيدي طال الغياب يمتى تظهر سيدي طال الغياب بيوم ميلادك دعينا بالفرج بيوم ميلادك دعينا بالفرج الدنيا من بعدك فلا بأمان الله الله الدنيا من بعدك فلا بيها أمان بغيرك انت لساني أبدل ما لهج عيون نمتانيتك ليل ونهار يقول على عوينات عيون نمتانيتك ليل ونهار وإلك فدوى نقدم أرواح وموج الله مولاي مولاي يا ابو صالح ثور مطال الغياب يا ابو صالح ثور مطال الغياب الناس من بعدك صوفت هرج مرج
الله الناس من سنة. بعدك صفت هرج ومرج. أحسنت وأحسنتما. أحسنت شاعرنا علاء بدر عوينات، وشكرا لك على هذه الضيوف والورود الجميلة. أنا أروح يم الشيخ وأرجع أريد هوسات. مو تقول لا. لا. شيخنا اللي قدم ضيفنا حسين بعد ما يقول لا. مو بكيف. ها أخو شيخنا أنت ألزمت نفسك. أي لا وخدمتك. إحنا سمعنا قصيدة للإمام علي. نعم. للأقمار الشعبانية. نعم. ولأبطال كربلاء. ماذا كتب الشيخ عباس الرفيعي من الإمام الحسين؟ خل نحصرها إلى زين العابدين في أو إلى علي الأكبر بين هذه الأربعة. أنا بخدمتك وبخدمة المشاهدين. إحنا هنبدي بداميات، مجموعة داميات وأبو ذية لشهر شعبان. حلو. وبعدين ننتقل إلى نقالكم للإمام اللي أنتم تريدون نقاله إن شاء الله. كل أهل البيت هم جميل. أنا عندي قناعة أنه كل أهل البيت مظلومين بكتابة. أكيد ما عندنا إمام وإمام. أكو بعضهم يقول يعني الإمام الفلاني مظلوم وبعض لا، هم كلهم مظلومين كلهم بكتابة مظلوم. لأنه اليوم إحنا حتى من نكتب لأهل البيت أكو قضية لازم هم نركز عليها، اللي هي اليوم أنا من أكتب القصيدة للإمام المعصوم أعتبر نفسي قاعد قدامه وأحكي وياه. فالمفروض حتى الكلام اللي أخليه، الرواية اللي أخليها، لأن يكون كلهن أني يعني أخليهن بقالبهن. صح. أتعب عليهن، ما أجيب روايات من خيالي من ما عجبني من ما وحط الله إيش أني شاعر ويجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. هاي بعد حقيقة مصيبة وقعنا بيها في واقعنا، بس شو نسوي؟ إنا لله وإنا إن شاء الله نسعى لتخليص المجتمع إن شاء الله بحق محمد. وأقصد المجتمع الشعري وايضا خلينا نقول خدمه اهل البيت بشكل عام سواء كان ادود او شاعر ان شاء الله. نعم. شيخنا قبل لا تبدي. نعم. كل شاعر الى ميول الى نوع ونمط الكتابه الشعريه. نعم. فانت طرقت موضوع الدارمي والابوذيه، اكثر شيء تحب ذني تكتبهن؟ لا انا حقيقه ذني يعني لو ذني فاكهه بيهن. فاكهه المجالس تعتبر مقل جدا بين حقيقه الفاكهه الشعريه. نعم. مقل. اكو هناك احنا اليوم أنا طبعاً ضد مفادة الاختصاص، لأن إحنا اليوم أنت مو دكتور حتى هذا أنفو حنجرة هذا بوذية هذا دار، بس بالواقع صارت اختصاصات. لا أنا ضد هاي النظرية. اليوم أنت بما أنه شاعر تكتب الدامي والأبوذية والهوسة والقصيدة والمنبري وحتى كل، بس شيخنا أكو شعراء بالواقع. أكو شعراء بالواقع صاروا بروف بالدارمي. نعم. بروف بالأبوذية. يبقى قضية اللي شنية اليوم شيخ إبراهيم وين يلقى نفسه؟ صح. أنا ألقى نفسي بالقصيدة مثلا، فأكتب الدام، أكتب الأبوذية، أكتب باقي الأمور، لكن أتوجه أذب ثقلي كله بالقصيدة. فلان الفلاني مو تنفي شعري، بس أنت مو تقول أنا والله شاعر دامي، ما عنده شيء اسمه شاعر دامي. لا هو شاعر أنا مع احتامي، إذا لكن شاعر دامي أنت مو شاعر. لا لا حقيقة إحنا خلينا نكون، إحنا أهل البيت علمونا الصراحة، أهل البيت علمونا أنه من جامد. نعم. ضد المجاملات. فأنت اليوم إذا قلت أنا شاعر دامي أنت مو شاعر، مع احترامي الى اكو ناس عمالقه وكبار بهذا هذا وجهه الحصار. نظر هاي وجهه نظر وانا اتحملها ولا انت ولا القناه تتحملها. انت اليوم هسه تقول لي اكتب، انا اكتب الدامي بقوه لكن القصيده ضعيف بيها، اقول لك على راسي على عقال احطك. انت اكتب لا تقول، او اكتب دامي بس دامي، لا تكتب قصيده بس لا تقول انا شاعر دامي، قول انا شاعر اكتب جميع، اكتب الكل، اكتب بس دامي بس انا شاعر. لا تحدد نفسك وتقول انا شاعر دامي او انا شاعر ابوذي او انا شاعر قصيده. انت اليوم مو دكتور حتى تخصص نفسك. يقولون في الابحاث العلميه. نعم. في يقولون لا مشاحه في الالقاب او في الاسماء. نعم. فهي مجرد مسميات بالنتيجه. هسه احنا نقول المسميات اليوم اذا تجي هسه لا اوف فنروح نروح للدارميات وخاف نزعل هاي ناس. يقول سهام الحزن بضلوعي شعبا. حلو يا شعبا. سهام الحزن بضلوعي شعبا غزن والهن بروحي يا شعبان. الله يا شعبا. غزن والهن بروحي يا شعبان وجيت بفرحتك فازع يا شعبان. يا شعبان بخمس اقمار الدوحلية. الله
يقول من هالشهر شعبان قلت الفاح لاح خوش يظهر المهدي اليوم والشيعة ترتاح يا رب. من هالشهر شعبان هنتني الطيور واستعد قال الزين حل وقت الظهور. من هالشهر شعبان شهر السعادة من هالشهر شعبان شهر السعادة شهر السعادة كل شيء كان بالبيت عند الولادة. الله حلو عيد هاي شيخنا خادمك. من هالشهر شعبان شهر السعادة كل شيء كان بالبيت عند الولادة. من هالشهر شعبان وهلال أبرق مو شيدي مو شيدي قلب اليوم بتشوف صفق. الله مو شيدي مو شيدي قلب اليوم بتشوف صفق. من هالشهر شعبان دلالي هلهل شعنوه من حسين والمهدي كمل. الله شعنوه من حسين والمهدي كمل. أنا إذا تحب أسمع قصيدة خادم وإذا تحب أنه ننتقل نسمع أنا إحنا نروح أنا من طبيعتي أحب أسمع أكثر ما أقرأ نروح للملة إي نسمع الهوسات بالخدمة حتى نرجع للحسين أريد قصيدة أوه. للإمام الحسين سلام الله عليه يستحق ملة توفيق شعبان أريد نهوس خوي تخلينا نهوس ما نهوس نعزل ونروح لهنا بكيفك. لا لا إن شاء الله نهوس. يقول بعباس الوصف محتار وحاير شرد وصفنا والنعم بعباس الوصف محتار وحاير شرد وصفنا ليوصف بالجمال يريد للعباس يتعنى. الله اللي يوصف بالجمال يريد للعباس يتعنى. القمر هذا المضوي الكون ماخذ قمرته منه. الله عباس الدنيا مضويها عباس الدنيا مضويها عباس الدنيا مضويها عباس الدنيا نعم الحيدر علي بهذا اليوم انولد حيدر علي ثاني. جميل الحيدر حسنت الحيدر علي بهذا اليوم ان يوم انولد حيدر علي ثاني. وامه تقول ابد ما نام ما يستقر بحضاني باسم زينب 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 باسم زينب الو ليله ولو صح بيده حاجاني جيب اختي وخلت لو ليلي جيب اختي وخلت لو ليلي جيب اختي وخلت لو ليلي جيب اختي والنعم من مولاتي. يقول محمد العقابي طبعا احسنت احسنت. يقول يهزون المهد يهزون المهد عباس وهو يدير بعيونه. ليش يهزون بمهد عباس وهو يدير بعيونه رايق فالرايد من الحين بزينب ما يوصونا. الله الله يكفل رايد من الحين بزينب ما يوصفوا ما يوصونا غيره وزود كان وياه وشافه وخط على متونه مكتوب العيلة أنا رويها مكتوب العيلة الله رويها مكتوب العيلة أنا رويها أرويها. كمل براحتك. نعم يقول علي الأكبر بميلاد شال حسين بجفوفه علي الأكبر بميلاده شال حسين بجفوفه
ونظر عيناه تحكي وياه وكل الواد متشوفه وليدي واعد الوالد ينصر بصاحة طفوفه وليدي واعد الوالد ينصر بساحة طفوفه ومن هسه تشف شايل سيفه من هسه تشف شايل سيفه من هسه تشف يقول هن يا الهدع الشعبان حق على الوقت يفخر ليش؟ على الأكبر سلام الله عليه هن يا الله هن يا الهدع الشعبان حق على الوقت يفخر اجى الاكبر قمر يكبر يهز الكون لو كبار شايل غيره العباس وخزرت عينه من حيدر عباس وحيدر بعيونه الله عباس وحيدر بعيونه عباس وحيدر بعيونه عباس وحيدر عباس وحيدر بعيونه احسنت احسنت انا اروح للشيخ والسيد المخرج اجت اوامر من عنده جاي يقول كل كلمه اقصدها اوامر من السيد المخرج وتعرفه من السيد المخرج جناب السيد مصطفى البلوشي بالاسم بالتحديد تريد اعطيك الاسم الثلاثي اسم الثلاثي لا بدون اسم ثلاثي يريد قصيده صفقه للعباس لو العلي الاكبر تختار ان شاء الله تمام انا اروح للشيخ شيخنا بعد روح حياك الله الله يحفظك احنا نريد هي ليالي فرحه نعم وبسمه بس نفس الوقت لازم ما تخلو من الموعظه اكيد والحكمه نعم لان هو اصلا فرحنا لاجل معرفته اكيد يفرحون لفرحنا ليش عمود نعرفهم لأن هي أصلاً غاية وجودنا معرفتهم سلام الله عليهم من زار الحسين عارفاً بحقه فيبقى الشعر من العناصر الأساسية في نقل المعرفة إلى الأجيال أكيد تاريخ يعتبر تاريخ في بعض الأحيان وتوثيق هو نعم. توثيق معرفة أصلاً مثلاً ذكرت في حلقة سابقة مثلاً شيخ عبد الأمير الفتلاوي أمير الشعراء هذا العظيم نعم. عندما يصف أمير المؤمنين سلام الله رغم عليه رغم بساطته هو رجل زين رغم بساطته حتى نعم. انه انه رجل امي نعم انه علي عالي لك العالي علي من الصبع من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنص من الصب علي علم الجبريل زين اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل يا آية لك الآية تفصيل كثير هذا نعم. نقل تراث معرفي انه اكيد او دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه نعم. بغض النظر عن صفاته وأوصافه لكن هو كشاعر نقل إلينا أكيد. وكثير من القصائد والفرزدق كذلك عندما قال في حضرة اللعين هشام هذا الذي تعرف البطحاء وطأته نعم. فالشعر يبقى هو عنصر أساسي من عناصر النقل المعرفي التاريخي وهو الماضي الحاضر الشعر نعم. فالشعر اللي راح يكتبه اليوم واللي راح يقوله الشيخ عباس هو للأجيال اللي بعد 10 15 20 سنة حتى توصلهم رسالة الإمام الحسين المعرفية في هذا اليوم كيف كانت نسأل الله أن نكون أمينين على هذا النقل إن شاء الله إن شاء الله شو تسمعنا للإمام الحسين احنا كنا نسمع للإمام الحسين فقلنا احنا نستعين بالذاكره مبدئيا انت ذكرت قلت الشعر يجب ان يكون موعظه حكمه وموعظه وحكمه وانا دائما احب الابتكار بالشعر جميل هذا هي حلوه احب انه ابتكر شيء جديد ف هي هناك عندنا الابوذيه نعم عندنا الابوذيه فالابوذيه ابتكروا لها هواي ابتكارات منهم كتب الابوذيه المشطه منهم كتب الأبوذية اللي تختم بالدامي منهم من كتب الأبوذية الزنجيل منهم كتب يعني هواي انت جبت سالفة جديدة بالأبوذية نعم انا الأبوذية خليت انه دائما التلاعب يكون بالقفل طبعا نعم
بعضهم قفل أبدابي، بعضهم زنجير، بعضهم شطاها. فأنا أقول لأمير المؤمنين ثم نعالج الإمام الحسين عليه السلام، يقول دوب إلنا بمحبته والنباية، والنباية دوب إلنا بمحبته والنباية، نصعد عليها. وعلي آية بمحبته، والنبي آية، والنبي آية علي حتى بونينه. الله وإنه باية بآية ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله هنا الابتكار. جميل جميل. الرباط آية قرآنية. الله هنا الابتكار طبعا. الله الله يعزك. حتى نوثق هذا من خلال شاشتكم طبعا. الله يحفظكم ان شاء الله. وعندي الكثير من الابوذيات بهذا الخصوص لكن انا ما اتذكرهن، بس هاي اللي اتذكرها سقطت على بالي. هنيئا لك. الله يعزكم. الله. نذهب الى الامام الحسين عليه السلام. سلام الله عليه. يقول بينما انا كذلك واذا بصوت من السماء، ولكن هذه المرة ليس الا من ناصر ينصرنا، بل الا من صادق يصدقنا، لان الحسين عليه السلام يبحث عن الصدق في النصر. نعم كونوا مع الصادقين. نعم في الآية القرآنية. فكحال أي شيء يعني يقول الإمام الحسين ألا من ناصرنا أو ألا من صادقين يصدقنا، إحنا شو نقول؟ يقولوا صحت لبيك حسين وهيك دقيدة على صدري، الما فهمني يقول يلطم موش ألطم، لا تنحسين انتخان هذا دقيدة على صدري وقلت له ابشر موش ألطم، لا تنحسين انت خان لهذا دقيدي على صدره وقلت له ابشر ابشر. ليش ألطم؟ ليش ألطم وانا ما عندي عزاء؟ العاشر المفروض عيد، انتصر به الحسين بسيف ثور ودم لسه برقبة الباطن طلبه وصار للثوى كعبة بفين عيش وهو دلان الشمس. الله بفين عيش وهو دلانا، وهو دلانا الشمس. حسين عبر وهو عبره، واللي عبر باسر الباي عبر وما يعبر لصار. أحسنت الله. حسين عبر وهو عبره، واللي عبر باسر الباي عبر وما يعبر لصار، وهو دين ودمع دين وبين دين ودين تلمد الإدين وتنحط على الأحف هناك النقاط. حلو. وبين دين ودين تلمد الإدين وتنحط على الأحف هناك النقاط. وأنا شيعي ورافضي وش تقول؟ قول. حسين علمني وخذت منه الدرس وافتهمت الصوت يصدر من فراغ، المال ظل يضوج من ضوء الشمس. الله. افتهمت الصوت الله يصدر من فراغ، المال ظل يضوج من ضوء الشمس. الله. الروح صفصاف النخل بأفكار ثار، أو يعشق العاقول ويصح العكس، اللي يعرف الدم من تصارع للسيوف يشوف بعيونه السوافل للعرس. الله. اللي يعرف الدم من تصارع للسيوف يشوف بعيونه السوافل للعرس، اللي يلطم على حسين من نسل الحسين. جميل. اللي يلطم على حسين من نسل الحسين، من نسل الحسين. العشعار يحكي من نسل رجس. أحسنت. بس والله. بس شنو؟ بس شعار لازم بشرط وشروط. شن هي؟ حسين كونوا ويانا بالموكب نحس. الله. اللي يلطم على حسين شرط من يخبر. نسل الحسين. العشعار يحكي من نسل الرجس. يلطم على حسين من نسل الحسين. العشعار يحكي من نسل الرجس. بس شعار لازم بشرط وشروط. حسين كونوا ويانا بالموكب نحس. حتى لو قلنا له اقبل اقبل يا حسين من يجي يلقى تعالي مؤسس. لا تجيني بلحية ومنقح سواد، حسين ما يدور ترى لحية ولبس. حتى لو قلنا له اقبل يا حسين من يجي يلقى تعاليم واسس، وخاطر من نقل له اخضر الجناب ما يجينا يشوفنا عود يبس. حسين حسين بالعاشر يركز على الصلاة. احسنت. وقف صلاها بنصر ما منتكس. حسين يعني تطبق اخلاق الحسين. خاطر اللي يحكي سكته نقول له اس اس، احنا ولد حسين ونعرف الحسين. حسين مبدع عايش وما ينطمس. حسين مبدع. احسنت. عايش وما ينطمس. حسين مبدع عايش وما ينطمس. احسن الله عليكم. بس حقيقه هنالك صور شعريه
أنه الشرط بشرطها وشروطها كون حسين وياك بالمجلس تحس. حقيقة هذا هو المطلوب في الخدمة الحسينية، حتى أنا المتحدث بما فيهم المتحدث، أنه يكون هذا مبدئي وشرطي ولكل خدام من يدعي الخدمة. هذا ليس بجديد، هذا ما جاء عباس وفيع، هذا يقول الإمام الصادق سلام الله، يقول الإمام الحسين، يقول رسول الله صلى كصورة الله شعرية. نعم هذا مو أنا جبته، مو جديد. سمت. ويمكن مولى توفيق يعرف هذا الموضوع، أنا حتى بالقصائد المنبئية هسه اليوم احنا في وقت فرح ما نبقى قصائد منبئية، في القصائد المنبئية أنا دائما القصيدة أضع بيها يعني عدة رسائل، إذا ما أضع بيها عدة رسائل ما أنطيها لهادود، لأن أعتبر هادود هو على مود يوصل هذه الرسالة. أحسن. اليوم أهل البيت هم رسالة طبعا. نعم هو وجودهم أصلا رسالة سلام الله عليهم في أكيد. هذه البسيطة وعلى هذه الأرض هم وجدوا لأداء مهمة الرسالة الإلهية. نعم. أنا أروح الملة توفيق القريطي ونطلب صفقة احنا مو؟ اي صفقة تريد للعباس ولا علي الأكبر؟ وارجع اقول هاي اوامر انا ما لي علاقه، انا رجال عبد مامور وجاني تبليغ من القياده وقال لي وصلها لي. انت عبد الحسين وليس عبد المامور. نعم يقول شفينا وفايا للجود والرايه، عباس عباس سبع الغاضريه. نصفق وياك؟ ايش قد تنطيني؟ عباس عباس سبع الغاضرية، عباس اجت الفلوس من المخرج سبع الغاضرية. ما تغيب حروفك كل زمان نشوفك آية، ما تغيب حروفك كل زمان نشوفك آية، والمجد ما يعوفك وانت بين جفوفك رايه رايه، يا البقيت بكربله تضوي يا كوكب على، يا هلا وميت هلا يا ابو فاضل، يا هلا وميت هلا يا ابو فاضل. حيرني تفسيره عباس ابو الغيره، يا تاج على الراس سبع الغاضرية، سبع الغاضرية، سبع الغاضرية. ما عرفنا اسرارك يا قمر انوارك تزهر، ما عرفنا اسرارك يا قمر انوارك تزهر. شرف الله الشرف الله يزيدك، ظل يبوس بايدك حدر حدار حدار، ربنا رافع رايتك خيمة إن قبتك غيرت الله غيرتك يا ابو فاضل، يا ابو فاضل. ساحرن بعيونك للموت مجنونك، يا سبع الغاضرية، يا سبع الغاضرية، يا سبع الغاضرية. كمل كمل يا سبع الغاضرية. عليها فلوس هاي كمل. فدوى اروح لاسمك فدوى اروح لاسمك، ما يفارق رسمك بالي بالي. انت انت الساقي بالضماير باقي غالي غالي، حبك بقلب كبر يا احلى من القمر، شفك يروي النهر يا ابو فاضل، يا ابو فاضل. غيرت علي شايل حياك ابو فاضل، غيرت علي شايل حياك ابو فاضل. يا سبع الغاضرية، يا سبع الغاضرية، يا سبع الغاضرية، يا سبع الغاضرية. يقول هل عشق من ربي وبودادك قلبي هايم هايم. الله انت نور عيوني وافتخر سموني خادم خادم. اذن اذان العشق روح شمعة وتحترق، قلبي يهتف من يدق يا ابو فاضل، يا ابو فاضل. لو ينقطع راسي عباسي عباسي للدين يا نبراس، يا سبع الغاضرية. النعم من ابو فاضل، يا سبع
يقول كرار حسين هذا مثل الدعاء يقول يا أعز من عمري سلمت لك أمري بيدك بيدك يا طبيب جروحي مو بديها روحي تريدك تريدك هذا من عند وعد ما أعوفك للأبد كربلائي العهد يا ابو فاضيل مولاي عيديه للكربلائيه مولاي عيديه للكربلائيه يا ايه احساس يا سبع الغابريه يا ابو فاضل الشاعر كرار حسين الكربلائي احسنت عزيزنا ابو كميل تحياتنا لابو كميل طبعا من بدايه البرنامج الى اليوم كل الروادي قروا الكرار حسين الكربلائي محتل الساحه اخونا الغالي بس انا ثبت لي انه انا وياك ببرنامج ما نرهم بس برنامج ما ادري شلون رهمنا ببرنامج ساعه في الطف ما ادري شلون رهمنا بس بهاي بالمواليد بعد هاي التوبه انا شيخنا العزيز الله يعزك الله يحفظك ويطول عمرك ان شاء الله احنا في كل حلقه نخلي الختام يم أنه القناة اللي تسمت باسمه يم صاحب الزمان سلام الله عليه كاتب للإمام المهدي شيخنا والله الإمام المهدي كاتب لكن يعني قصيدة موضوع أيضا خاص لكن ما يأذيها بالقراءة لأنه ما حافظها فموضوع القصيدة أنه يقال أن عيسى بن مريم عليه السلام سلام الله عليه بعد ظهور الإمام المنتظر يصلي خلف الإمام نعم فأنا هنا أخذت أنه الإمام المنتظر أجل الله فرجه إمام معصوم وعيسى بن مريم أيضا نبي من أنبياء الله هما معصوم نعم. أيضا فاثنينهم مؤدبين اثنينهم خلوقين فواحد يعزم الثاني هذا يقول له أنت صلي لأن أنت نبي وكذا وعندك وهذا يقول له لا أنت صلي لأن أنت فبهالترتيب هذا أي فما أدري يخاف أظلمها ذاقها يعني هذا هنا تريد تقرأ قصيدة أخرى احنا بخدمتك أنا بخدمتك احنا خلنا نقال ام البنين عليه السلام جميل يعني ام البنين يعني عندي علاقه خاصه بها جميل اي وان شاء الله نوض الامام المنتظر بقراءتنا لام البنين هاي عمتنا سلام الله عليه قبل لا تقرا حضر لنا قصيده صاحب الزمان موشح بدون صفقات ما بيها حل صفق ولا بيها حل رد زين نعم شر من رخصه السيد المخرج ما اريد صفق انا ما بيه حضرنا موشح ما ادري ايش يسمونها قبل شوي هو كان عبد مامور هسه اتصلت بعد مو قمت تطلع الامون تطلع شرط عليه اخوتي والله عليكم اي والله ان شاء الله انت الله يحفظكم وفضل اهل البيت شرفتوني اليوم عالي حقيقه شانك وقدرك فخوش ختام حلو الشباب احنا ايضا تعبناهم الله يحفظهم جميعا وسيد المخرج وكل كادر القناه وأنا اللي عجبني أيضاً طبعاً اليوم اكتشفت هاي الحالة بالملة أنه أولاً يذكر اسم الشاعر وثانياً حتى وأن زل من الكلام أثناء القاء يرجع يصحح ويعيد من جديد فهاي جداً أنا أتمنى هذا دل على إمكانية الشاعر الرادود كل الأخوة المنشدين يتعلمون هاي الطريقة إن شاء الله وش الشاعر يتعب ويكتب على الأقل ينذكر اسمه وعلى الأقل ينقرأ كلامه بالمعنى المضمون أحسنت مرات إحنا عندنا الكسرة والفتحة تغيرت أي تغير معنى يعني كامل إذا قلت أنا زينب وإذا قلت أنا زينب تغيرت زحف القصيدة صح اليوم أنت غيرت محاور البرنامج عادة ما عندنا قصيدة أو ختام إلى أم البنين فاليوم راح يكون ختام شيخ عباس ويانا الله يعزك في أم البنين الله يعزك تستحق سلام الله عليه أعطت الكثير نعم إحنا نعطيها قصيدة قليلة حقا جدا يقول موسى ذاك اليوم تم مدربيش وبيها شقل البحر رب العالمين ومن جو سألوه يا موسى شقيت قال هم اتوسل شنت بأم البنين الله موسى ذاك اليوم تم مدربيش وبيها شقل البحر رب العالمين الله ومن جو سألوه يا موسى شقيت قال هم اتوسل شنت بأم بنين العفة يمت تنفضح يم البنين والستر يمت يدور على الستر العفة يمت تنفضح يم البنين والستر يمت يدور على الستر والشرف ياخذ تحية ويستعد من يوم طايت يمه وينذكر سلام الله عليه
العفه والشرف، هاي كلمه تحط يم البنين لا شيء. طبعا هي عفه العفه وستر الستر. العفه يمش تنفضح يم البنين، والستر يمش يدوى على الستر. والشرف ياخذ تحيه ويستعد من يوم طايت يمه وينذكر. انت ومضه بروحه كاتبها الجليل عزيز العباس وحسين الصدر. انت باب الله اللي يدق باب الله اكيد ما يود مايوس شفه وينها، واللي يطيح بمشكله وكل شيء دوخ يقرا بس الفاتحه التسهيله ما الله ينوي ينوي اقرا الفاتحه الام والبنين لو ظهر مشكلته تنحل الظهر. احسنت. ينوي اقرا الفاتحه الام والبنين لو ظهر مشكلته تنحل الظهر. موسى من شق البحر موش بعصاه ردد اسمك وانحنى قبال البحر. وشنو شنو يعقوب تشوف القميص توسل الله باسمك ورد للنظر. الله. معجزة مريم إذا عيسى المسيح. أنت أم عباس وإعجاز الظهر. أنت كل الكون كله بمحتواه. تشالوا مو كون ما جبت القمر. إي والله. أنت كل الكون كله بمحتواه. تشالوا مو كون ما جبت القمر. نوح لو ما منتخب اسمك شا أكيد كان بالطوفان يغاد ما عبر. الله. وبي علة وحيرت بيها الطبيب. وكتبت محتابيها وامشي وين؟ انتفضت الواقع بغضب فاطم تصيح والقلم وحده كتب ام البنين سلام الله عليه يعني. روحي فداها يا ام البنين. احسنت شيخ. احسن الله عليكم جميعا. ان شاء الله دوما في خدمه محمد وال محمد الله سلام الله عليهم اجمعين. الله أجمعين. نوفق لهذه الخدمه يا رب يا رب. هامل التوفيق. الله. ما لقيتها؟ لا ليش؟ لا هذا قول اذا ما لقيتها قول مولا توفيق. لا 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 والله قول. لا يقول كل يوم بالحركات هاي شيء اول وحده هاي اول مسموح لك هاي كل يوم هاي شوف خلنا غير بس هاي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي ضاق صدري من الحزن يا ابن الحسن يمتى يظهر نورك بين العلا ضاق صدري بالحزن يا ابن الحسن يمتى يظهر نورك بين العلا أين أنت نصيح يا محي السنان أنت للحاير والضايع وطن أنت للحاير والضايع وطن يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يمتى وجهك على الأرض نوره يشع وصرختك بالدنيا كلها تنسمع يمتى شفك يمسح بوجه الدميع أنا نادر روحي أشعلها شمع أنا نادر روحي أشعلها شمع يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي خاطر أبو صالح الله يا مهدي يا مهدي ما عد يا مهدي يا مهدي يا إمامي يا إمامي يعني يوم ينسي الله وأنا غايبكم يا حاكين النذيل يمتى سيفك علي بغضونك تسيل يمتى سيفك علي بغضونك تسيل يا مهدي يا مهدي قول يا مهدي يا مهدي الله طلعتك ذاب القلوب قد ما يحن نريد شارة لجيتك خن نطمئن من تطول من تطاول من تطاول من تطول من تطول كونك تقص اللسن عفوا من تطاول كونها تنقص اللسن صح كونها تنقص اللسن يا مهدي يا مهدي ندبتك يا سيدي لساني لهج الله
ندبتك يا سيدي لساني لهج، أنا كل يوم أدعي يا رب الفرج، نريد منك تظهر تقديم الحجج، مثل جدك حيدر يكون النهج إن شاء الله، مثل جدك حيدر يكون النهج، يقول بن حيدر علي سيد عبد الخالق احسنت واحسن سيد، يقول بن حيدر علو ما يمر بي الخوف، أنا ابن حيدر علي وما يمر بي الخوف، خل راسي يطيح وخل تطيح شفوف، خل راسي يطيح وخل تطيح شفوف، من سلة سيفي عرفوني، من سلة سيفي عرفوني. الله سنت. طيب الله انفاسك يا ام التوفيق. موفق موفق وشكرا اليك. وسامحني بحكم انا يعني ما خلف الكواليس يعني الحبيب والقريب ان شاء الله من التوفيق، اخوي وصديقي يعني من المقربين اعتبره من التوفيق ونعم الصديق والله. يعني ست مواضع بس انا غايب النص كمان. لا انت هم اخونا. لا 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 الله يعزك الله يبقيك. بس ال العلاقة إن شاء الله، العلاقة إن شاء الله هم أخونا أنت زين، وأخوتنا الباقين وقاعدين ينتظرون هسه هم الباقين يعني تحياتنا لهم. خابرهم هو قبل لا نصعد. أي خابرهم يعني أذكرهم بالاسم الأخ حسين كرم والأخ علي الموالي إن شاء الله ينتظرون جايينكم بالطريق انتظر هاي بالطريق العراقية هو بعد مكانه ويقول له بالطريق. لا إحنا سطيق جيب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شيخنا الفاضل اليوم شرفتنا بوجودك. الله يعزك انتم ان شاء الله وامتعتنا حقيقه. الله يعزك وان شاء الله دوما وابدا في خدمه محمد وعلي محمد. نسال الله التوفيق. حياك الله اهلا وسهلا بك. شكرا لك مولا توفيق حبيبي الله يحفظك. ولو انت مو تلبيه لدعوتي اجيت انا ما دعيتك دعاك على وينك اي رجاء اطلبك وحده يعني الله ان شاء الله. احبتي مشاهدي قناه المهدي الفضائيه شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم لبرنامج أفراح شعبانية، وهذا البرنامج هو لزرع البسمة والفرحة على قلوبكم إن شاء الله تعالى بهذه الولادات العطرة إلى يوم النصف من شعبان. في الختام أنا وإياكم ندعو اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. إلى حلقة يوم غد في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت كربلاء المقدسة، نلتقيكم في أمان الله وحفظه. بسم هلال خط الفرحة مرسال، مولد خمسة أرضى المولد كربلائي زين. بسم هلال خط الفرحة مرسال، مولد خمسة أرضى المولد كربلائي. يا قلبي طاير من ضلوعي أسرع